إسرائيل بدأت بتحريك جبهات مختلفة ضد إيران وأذرعها، وهذه المرة نتحدث عن جبهات تأتي عبر الخليج. وهذا الأمر أصبح واضحا من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إلى مملكة البحرين، وظهر بهذا الشكل. وزيارته طبعا تعتبر هي مهمة، خاصة وأنها تأتي بعد زيارة كانت سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس بهذا الشكل. وبهذا الشكل هو وقع اتفاقية أمنية موسعة مع البحرين من أجل مواجهة المخاطر التي تفرضها إيران وأذرعها في المنطقة بشكل عام. كذلك أنه كان هنالك حضورا أمريكيا أثناء زيارة بنت إلى البحرين. في نفس يوم الزيارة ظهرت طائرة B-52 الأمريكية بهذا الشكل فوق الأراضي الإسرائيلية، وترافقها طائرات F-15E، وهي طارت كما تحدثنا فوق إسرائيل وفوق البحر الأحمر، وبعدها عادت إلى لندن، طبعا إلى بريطانيا تحديدا بشكل عام. وبالتالي من هذه الطيران وبالطيران بهذا الشكل وصفته ووصفت عملية وصول B-52 بهذا الشكل وظهورها هي عبارة عن رسالة. تايمز أوف إسرائيل اعتبرتها هي رسالة موجهة إلى إيران بأنك يا إيران إن حاولت الوصول إلى القنبلة النووية فنحن متعاونون ومشتركين تماما في عملية مواجهة خطر الوصول إلى القنبلة النووية. وكذلك أن هذا الطيران ووصول B-52 هي تأتي بعد 12 يوما فقط من إعلان إسرائيل بشكل واضح بالانتهاء من عمليات التدريبات كانت قوية ومكثفة في محاكاة لضرب المفاعلات النووية في الداخل الإيراني. والأهم من هذه القضية أن أثناء عمليات المحاكاة وهذه العمليات كان هنالك حضورا أمريكيا presence of a US officer، كان هنالك حضورا أمريكيا في هذه التدريبات، وبالتالي هنالك تنسيق عالي للغاية. وأيضا السيناتور الجمهورية الأمريكي المهم ليندزي جراهام هو أيضا كان في القدس بهذا الشكل، والتقى نفتالي بنت قبل زيارة نفتالي بنت إلى البحرين التي نتحدث عنها اليوم ب48 ساعة، ظهر معه بهذا الشكل. وكانت ليندزي جراهام تصريحات قوية جدا تجاه إيران، بل إنه قارن قضية إيران والخطر على الشرق الأوسط بقضية الأزمة الأوكرانية والغزو الروسي المحتمل على أوكرانيا، وهو وجد بأن قضية روسيا وأوكرانيا هي مهمة، ولكن قضية إيران هي أخطر، كون أن إيران هي تهدد الشرق الأوسط، وأن أزمة روسيا هي فقط محصورة في القضية الأوكرانية وليس هنالك أكثر من هذا الشيء. وكذلك بأن هذه القضية التي يجب أن ننتبه إليها بأن بنت أثناء زيارته إلى البحرين قام بمقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية بهذا الشكل، وكانت لديه تصريحات وأبدى انزعاجه وعدم رضاه من قضية العودة إلى الاتفاقية النووية والأنباء الإيجابية عن هذا الموضوع، وذلك لسببين مهمين. السبب الأول قال بأن الاتفاقية النووية إذا ما نجحت وعادت الولايات المتحدة الأمريكية إليها وتم الاتفاق على الأمور كما هي، فوجد بأن إيران ستكتفي وستحتفظ طبعا بقدراتها النووية بما تم التقدم فيه منذ عام 2018 حتى يومنا هذا في المنشآت النووية. وهو أيضا واضح جدا أبدأ انزعاجه أيضا واضح من إشاراته ومن كلامه عن القدرات النووية هو حول ما يتعلق بأجهزة الطرد المركزية، لأن بحسب موقع أكسيوس مؤخرا أكد بأن الآن الاتفاق انتهى ووصلوا إلى عملية مهمة جدا هي متعلقة بإبقاء أجهزة الطرد المركزية. كانت إسرائيل ترغب من رؤية أجهزة الطرد المركزية تدمر أو ترسل إلى دولة أخرى مثل روسيا على سبيل المثال أو غيرها، لأن هذه الأجهزة هي التي توصل وممكن أن توصل إيران إلى القنبلة النووية، وبالتالي بقاء هذه الأجهزة المتطورة والمتقدمة من أجهزة الطرد المركزية من IR-1 إلى IR-8 وحتى الكلام عن IR-9 الذي يأتي 50 ضعفاً IR-1، فإن هذه الأجهزة بمجرد ما إيران تقرر الوصول إلى القنبلة النووية ترفع التخصيب بنسبة 90% وتصل إلى القنبلة بسرعة كبيرة للغاية. خلال أسابيع تجد إيران تمتلك القنبلة النووية، لذلك إسرائيل تجد لا فائدة من هذا الموضوع. وأيضا بنت صرح إلى الأيام البحرينية وقال بأن العودة للاتفاق النووي سيوفر الملايين بل المليارات إلى الميليشيات الموجودة في المنطقة في العراق في سوريا إلى حزب الله اللبناني إلى الحوثيين، وبالتالي سيزداد الخطر في المنطقة. وبالتالي هو لا يجد أن العودة للاتفاقية النووية سيفضي إلى أي أمور إيجابية.
إيجابية في الداخل ولن يهيئ شيئا إيجابيا إلى المنطقة بشكل عام. وعلى هذا الأساس وعندما سئل عن قصة الحلف الذي سمعنا عنه كثيرا بين إسرائيل والإمارات والبحرين وغيرها من الدول العربية لمواجهة إيران ومخاطرها في المنطقة، أجاب نفتالي بنت بهذه الطريقة: على مدار السنوات الأخيرة قمنا بتعزيز تعاوننا العسكري مع دول في المنطقة سواء كانت عربية أو غير عربية، جميعنا نفهم أننا نواجه ذات التحديات، فلماذا لا نعمل سويا على صدها؟ إسرائيل هي دولة قوية يمكن الاعتماد عليها. لم يعترض على الموضوع ولم ينفي الموضوع أبدا، واضح جدا من خلال تصريحه. وكذلك أن بعد هذه التصريحات وبعد هذه المقابلة التي نشرت، فجأة جاءت تصريحات من مسؤول أمريكي متعلقة بعملية إدخال زوارق إسرائيلية مسيرة إلى الشرق الأوسط بشكل عام، وهذا ما كشفته رويترز اليوم عن هذا الموضوع من تصريحات مسؤول أمريكي لم يصرح باسمه، وقال الآتي: البحرية الأمريكية تدرس إضافة زوارق إسرائيلية مسيرة إلى عملياتها في الشرق الأوسط. وبالحديث عن قصة وبالنظر إلى زيارة نفتالي بنت إلى البحرين بهذا الشكل مع وضع هذا الموضوع، هذا قد يؤشر بأن هذه الزوارق قد نراها في الخليج العربي على مسافة 200 كيلومتر فقط عن الأراضي الإيرانية طبعا. وهذه القضية التي تحدث والاتفاقيات الأمنية والتجيش هي لا تأتي فقط بسبب هجمات الميليشيات الموالية إلى إيران في المنطقة، هجماتها على الإمارات، هجماتها على المملكة العربية السعودية، لا أبدا، بل إن القضية أيضا هي مرتبطة نوعا ما مما جرى مع هذا الصاروخ، هذا الصاروخ وهو كاسر خيبر الذي أعلنت عنه إيران مؤخرا، وهي متعلقة بموقع المناورات التي قامت بها إيران بهذا الصاروخ. إذا ما ذهبنا إلى هذا الفيديو لكي نتعرف إلى هذا الموقع ونعرف تماما ما الذي يجري في هذه القضية ولماذا تعتبر الأمور خطيرة هي من إيران بشكل مباشر أيضا، كانت عملية الاستعراض تأتي بهذا الشكل من هذه الصور كما تلاحظون لهذا الصاروخ الذي هو يعتبر سريع ويصل مداه إلى 1450 كيلومترا. إذا ما توقفنا عند هذه اللقطة تحديدا لكي نحاول التعرف على موقع وجود هذا الصاروخ، فسنلاحظ بأن هنالك طريقا بهذا الاتجاه طبعا كما تلاحظون، هذه الملاحظة الأولى، وكذلك هنالك جبلا ومرتفعا بجانب هذا الطريق، وهنالك كما نلاحظ جبال مرتفعة بهذا الاتجاه، وهنا كانت منصة الانطلاق للصاروخ كما تلاحظون، أي هي تأتي بموازاة هذه المنطقة مع الالتفاف أو الالتفاف طبعا لهذا الطريق الذي نتحدث عنه الآن. دعونا نتوجه إلى الأقمار الصناعية لكي نحاول أن نرى وندقق هذه العلامات التي تحدثنا عنها بهذا الشكل، وهذه هي الأقمار الصناعية طبعا. هنا كما تلاحظون هذه هي المنطقة التي هي طبعا تعتبر منطقة تماس كبيرة جدا مع إيران، هنا مضيق هرمز وهذا هو خليج عمان، هذه هي الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، وهنا طبعا عمان كما نتحدث، وهذه هي الأراضي الإيرانية. دعونا ندخل إلى هذه المنطقة ونقترب من هذه المنطقة بشكل عام لكي ندقق فيها، التي هي طبعا مطلة على خليج عمان. سنلاحظ بأننا هنا أمام منطقة، هذه هي منطقة شبهار الإيرانية وهذا هو خليج شابهار بشكل عام، والمنطقة التي نريد التركيز عليها هنا هي تبعد 30.8 كيلومتر عن شابهار إلى شمال شابهار، وهي النقطة هنا بهذا الاتجاه. دعونا نقترب منها الآن لكي ندقق بشكل أكثر في هذه المنطقة. هذه المنطقة كما نلاحظ هي وعرة وغيرها ولا تبدو متشابهة مع الفيديو الذي عرض طبعا، ولكن إذا ما قلبناها على مستوى 180 درجة فسنلاحظ بأن الطريق الذي تحدثنا عنه ها هو الطريق الذي تحدثنا عنه والذي أشرنا إليه، وكذلك هذا هو الجبل المرتفع الذي تحدثنا عنه، وكذلك هذه هي المرتفعات بهذا الاتجاه. وبالتالي فإن هذا الصاروخ كاسر خيبر هو انطلق تقريبا من هذا الاتجاه بهذه الموازاة وبموازاة هذه المنطقة، وبالتالي واضح جدا أن الصاروخ اتجه وانطلق بهذا الاتجاه، أي بما معنى كما تحدثنا فإن الصاروخ هو كان موجودا في هذه المنطقة عندما انطلق، وبالتالي هو على مسافة تقريبا كما تحدثنا أكثر من 30 كيلومترا تقريبا من خليج عمان، وبالتالي هو انطلق بهذا الاتجاه كما نتحدث الآن. الآن دعونا نأخذ علامات أخرى من هذا الفيديو الذي عرض وتحديدا من الكاميرات الخاصة المرتبطة بالصاروخ، ودعونا نبعد هذه قليلا ونشاهد هذا الصاروخ طبعا الذي هو هددت به إيران بشكل واضح
إسرائيل. هذا طبعا الصاروخ كما نلاحظ بأن هنالك كانت نوع من الانعطافة بالنسبة لهذا الصاروخ، وبعد ذلك عند الانفصال وعند توجه هذا الصاروخ سنلاحظ بأن هنالك عدد من العلامات التي قد لا تبدو واضحة 100%، ولكن هي تعطينا صورة واضحة جدا عن أين كان هذا الصاروخ وأين يحلق بالضبط. وإذا ما لاحظنا فهنالك عدد من العلامات، هنا علامة كما تلاحظون وكأنها مياه متفرعة إلى 3 أفرع، وبالإضافة إلى ذلك هنالك منطقة وكأنها مفتوحة، هي منطقة ليست جبلية ويأتي في وسطها أو في وسطها مرتفع، وبالتالي نحن أمام جبل بهذا الاتجاه. الكاميرا الثانية هي توضح نفس العلامة، هي هذه المنطقة المفتوحة وهذا الجبل تحديدا الذي تحدثنا عنه. وبالتالي إذا ما توجهنا إلى الأقمار الصناعية مرة أخرى لمقارنة هذا الموقف لنتأكد من هذا الموقع وأين كان هذا الصاروخ يطير بالضبط، فبالتوجه إلى الأقمار الصناعية مرة ثانية، هذه هي المنطقة التي تحدثنا عنها طبعا، وبالتالي الصاروخ تقريبا كما تحدثنا هو انطلق من هذا الاتجاه. هذه هي المياه الواضح بأنها متفرعة إلى 3 أفرع، وهذه هي المنطقة التي هي تعتبر منبسطة وفي وسطها جبل كما تحدثنا، وبالتالي هي تأتي على خط بهذا الاتجاه، وواضح أن الصاروخ عندما انطلق هو انعطف بهذا الشكل. وأيضا إذا ما أخذنا الصورة باتجاه آخر لكي نقارن هذا الأمر مع الكاميرا بشكل عام، الصاروخ تقريبا انطلق من هنا، هذه هي المياه المتفرعة، وهذا هو الجبل الذي تحدثنا عنه الذي يأتي بالموازاة بهذا الشكل، وبالتالي الصاروخ كان منطلقا وكان التصوير بهذا الاتجاه. وهذا يوضح النقطة الأساسية من هذه المناورة، لأن المناورات فيها رسائل وليس فقط استعراض، بأن الأمر كله تم بهذه المنطقة على خليج عمان. وهذه المنطقة بالنسبة لهذا الصاروخ كما تحدثنا بأن مداه يصل إلى 1450 كيلومترا، والمنطقة لا تبعد عن الإمارات وتحديدا عن أبوظبي أو حتى دبي، تصل إلى تقريبا المسافة من هذا الاتجاه إلى 500 كيلومتر فقط، وكذلك عن البحرين تصل إلى 1020 كيلومترا. وبالتالي هذا الصاروخ من هذا الاتجاه يستطيع ضرب الجميع، يستطيع حتى التوجه إلى المملكة العربية السعودية وغيرها. الموقع مثير للغاية، وأيضا ما هو مثير في هذه المنطقة القضية ليست فقط بظهور هذا الصاروخ بهذا الاتجاه والتدريبات وغيرها، وإنما هنالك منطقة أخرى أيضا من منطقة شابهار، هي تبعد أيضا ما يقارب 30 كيلومترا، وهذا المكان هو مكانا كما تلاحظون بهذا الاتجاه هو عبارة عن مطار، وفي هذا المطار هنالك ملاحظات مهمة يجب أن ننتبه إليها. إذا ما اقتربنا من هذا المطار، هذا هو المطار الذي تلاحظونه أمامكم، هنالك عدد من الهناجر أو الأماكن التي تتواجد فيها عادة الطائرات. إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة تحديدا لكي نلاحظ الحركة الموجودة فيها، هي تبدو بهذا الشكل كما تلاحظون لآخر صورة من صور القمر الصناعي على جوجل إيرث. إذا ما عدنا إلى منتصف عام 2020 وتحديدا في الشهر السادس من عام 2020، سنلاحظ بأن هنالك وكأنها طائرة مسيرة تدخل إلى هذا الهنجر. دعونا نقترب منها قليلا، هي تبدو وفعلا كأنها طائرة مسيرة تدخل إلى هذا الهنجر، قد تكون غير واضحة ولكن الصورة الأوضح هي تعود إلى شهرين قبل هذا التاريخ، أي في الشهر الرابع من عام 2020 إذا ما عدنا، فسنلاحظ بأن هنالك فعلا طائرة مسيرة موجودة في هذا الهنجر تحديدا. وإذا ما اقتربنا منها سنلاحظ بأننا أمام طائرة مسيرة، وطائرة مسيرة معروفة في إيران، وهنا نتحدث عن شاهد 129، الطائرة الإيرانية القاصفة التي ممكن أن تلعب أدوارا كبيرة واستراتيجية ومهمة. وبالتالي أن هذا الموقع هو ليس فيه فقط الصاروخ والتدريبات التي جاءت بهذا الاتجاه، بل أيضا مطارا فيه طائرات مسيرة، وبالتالي هذا يأتي بعملية سيطرة كبيرة جدا على خليج عمان، على بحر العرب، على عمان، على الإمارات وغيرها، وهي توضح بأن إيران أيضا بشكل مباشر هي ممكن أن تلعب أدوارا وليس فقط من ميليشياتها. والمناورات بصاروخ كاسر خيبر فيها أكثر من علامة وفيها أكثر من رسالة، وهذا ما قد يفسر لماذا نرى هذا الاستعجال الكبير في الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل بهذا الشكل الهائل للغاية.